نعم منى، حل قبل ساعة من الآن بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني هنا بالرباط في زيارة رسمية. هذه الزيارة هي زيارة من نوع خاص، لماذا؟ لأنها هي الأولى لمسؤول إسباني رفيع المستوى منذ اندلاع الأزمة الغير مسبوقة بين المغرب وإسبانيا، وكان ذلك قبل عام على خلفية قرار أو إدخال إسبانيا لزعيم جبهة البوليزاريو إبراهيم غالي آنذاك إلى ترابها بوثائق سفر مزورة، وهو ما كان مصدر احتجاج كبير من طرف المغرب. وبين الفعل ورد الفعل كانت هناك العديد من التداعيات وصلت حد القطيعة الدبلوماسية بين البلدين. هذه الزيارة اليوم تأتي في سياق خاص، يجب دعيني أضع المشاهد في الإطار العام لهذه الزيارة. هي كما قلنا الزيارة الأولى لرئيس الوزراء الإسباني إلى المغرب منذ نحو عام. أيضا هي زيارة تأتي بعد أيام من إعلان إسبانيا موقفها الجديد والمتغير تجاه قضية الصحراء المغربية بتبنيها وباعتبارها لمقترح المغرب للحكم الذاتي، ومقترح جاد ذو مصداقية أكثر واقعية بمثابة أساس لتسوية النزاع حول الصحراء المغربية، وهو موقف تاريخي لأول مرة يحدث أو تتخذه إسبانيا في قضية الصحراء المغربية. أي أيضا يأتي بعد تقريبا أزيد من عام على الإعلان الأمريكي بالاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، وهو ما يفسر حسب مراقبين النجاح نجاح الدبلوماسية المغربية. هذا اللقاء من حيث الشكل سيكون مع العاهل المغربي حول مأدبة إفطار رمضاني، ما سيضفي نوعا من الحميمية على هذا اللقاء، وسيكون بمثابة إعلان عودة الدفء لهذه العلاقات بعد الرتابة أو بعد المشاكل التي شابتها. من حيث المضمون سيتم أو ستكون هناك مناقشة عديد من الملفات، في مقدمتها ملف الصحراء المغربية بالنظر إلى التحول في الموقف أو في مواقف إسبانيا تجاه هذه القضية، قضية الصحراء، القضية الوطنية الأولى بالنسبة للمغاربة، أو أيضا بقية القضايا التقليدية التي عادة ما تكون محور تحاور وشراكة استراتيجية بين جارين يجمعهما التاريخ والجغرافيا. طيب فدوى، يعني هناك صحيح دينامية في المواقف الدولية اليوم حول قضية الصحراء المغربية، آخرها من إسبانيا وقبل أيضا من فرنسا وألمانيا وغيرها. كيف يتفاعل الشارع المغربي مع هذه الدينامية الجديدة؟ نعم، كما ذكرت ملف الصحراء المغربية أصبح يعرف نوعا من الحركية الإيجابية، وهو ما يعكس حسب المراقبين نجاح الجهود الدبلوماسية. نتحدث عن الاعتراف الأمريكي في 2020، أيضا مواقف العدد من الدول سواء العربية أو الإفريقية بافتتاح قنصليات في الصحراء المغربية، أيضا الموقف الألماني المعبر عنه مؤخرا والداعم لمقترح المغرب الذي تقدم به المغرب سنة 2007 لتسوية هذا النزاع الذي يعد الأطول من نوعه في إفريقيا، والذي يعتمد على أن يكون هناك حكم ذاتي للمناطق الصحراوية لكن تحت السيادة المغربية. أيضا ينضاف إليه الموقف الإسباني المعبر عنه مؤخرا والذي يعد تحولا جذريا في المواقف الإسبانية، خاصة أن إسبانيا كانت تستعمر هذه المنطقة تاريخيا بحكم التاريخ أيضا، فهذه إضافة نوعية إلى جدية وجهود المغرب ومصداقية مساعيه من أجل تسوية هذا النزاع. الشارع المغربي أكيد هو يعتبر أن الخطوات التي تتخذها الدبلوماسية المغربية في الآونة الأخيرة هي خطوات جد مهمة، خطوات تعكس رغبة من المغرب في الوضوح، أن يكون شركاؤه التقليديون خاصة الأوروبيون أكثر وضوحا معه في هذه العلاقة، كما تم التعبير عن ذلك في خطاب الملك العام في غشت المنصرف، والذي دعا فيه الدول وشركاء المغرب إلى تصريف مواقفهم بشكل يكون أكثر وضوحا خاصة في قضية الصحراء المغربية، وتم ترجمة ذلك على أرض الواقع. رأينا الموقف الألماني، رأينا الموقف الإسباني الأخير، وهناك مؤشرات على أن هذا التحول في مواقف هذه الدول التي كانت
تصطف فيما يسمى بالمنطقة الرمادية في موقف في قضية الصحراء المغربية، لربما سيفتح الباب لدول أخرى لتتخذ نفس الموقف. إذن المغرب اليوم هو يدافع كل كما كان ذلك منذ سنوات عن قضيته الأولى، قضية الصحراء المغربية، يكسب يعني مواقف جد مهمة بالنسبة لطرحه في موضوع أو في مقترحه للحكم الذاتي بالنسبة للصحراء المغربية، وهي مواقف تعكس جدية هذا الطرح وجدية هذه الجهود المغربية التي تهدف ليس لإقناع العالم ولكن للتعبير على أن الصحراء هي مغربية بحكم التاريخ، بحكم الجغرافيا، وبحكم أيضا المواقف المعبر عنها مؤخرا من طرف كل هذه الدول، سواء دول من القارات الخمس، من أمريكا، من أوروبا، من إفريقيا وغيرها من القارات. أشكرك، شكرا جزيلا لك من الرباط فدوى المرابطي مراسلة الغد، شكرا.